الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل موز أصفر في المنام، إشارة أنها سوف تتزوج من رجل صالح ذو ثروة كبيرة ومال وفير الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. أكل الموز في منام العزباء تكون دليل على أصدقاء جيدين في حياتها، والله أعلم. المرأة المتزوجة عندما ترى أنها تأكل موز أصفر يدل على قدوم الخير لها ولأسرتها، والله أعلى وأعلم. كما أن رؤية أكل الموز الأصفر في المنام يشير على الحالة رؤية أكل الموز الأصفر في المنام يشير أن حالة المرأة سوف تتحسن الأيام القادمة، وسوف ترزق بمال كثير، والله أعلى وأعلم. المرأة الحامل عندما ترى أنها تأكل موز أصفر في المنام يدل أنها سترزق بولد صالح، وغالبا سيكون ذكر، والله أعلى وأعلم. إعطاء الموز في المنام دليل أن صاحب الرؤية إنسان ذو خلق رفيع وأخلاق عالية، والله أعلم. رؤية الشخص أنه يعطي موز لغيره إشارة أنه يحب المساعدة ويقدم العون للآخرين، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان نفسه يعطي موز لغيره في المنام علامة أن هناك مناسبة سعيدة سوف تحدث له الأيام القادمة، والله أعلم. عندما يعطي الشخص الموز للميت في المنام يكون مؤشر سلبي على نقصان مال أو فقر يصيب صاحب الرؤية، والله أعلى وأعلم. رؤية الموز في المنام يعطى موز للميت دليل على مكر أو مرض أو حزن يصيب صاحب الرؤية من أحد أقاربه، فعليه الحذر، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.